بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهاردة هناخد في محاضرة البريو البريدونتال فلاب. البريو يعني فلاب، والفلاب يعني بريو. البريو مش معناه ان انا بعمل سكيلينج ورود بلينينج، لا، البريو معناه فلاب. ليكتشر اوتلاينز، هنعرف يعني ايه فلاب، الديفينيشن بتاع الفلاب، الكلاسيفيكيشن بتاع الفلابس، التايبز اوف انسيجنز، والفلاب تكنيكس فور بوكيت ثيرابي اللي هم الموديفايد ويدمان فلاب، والان ديسبليسد فلاب، والابيكال ديسبليسد فلاب، والديستال مولر سيرجري او الديستال ويدج. يعني ايه بريدونتال فلاب؟ يعني ايه؟ يعني ايه واحد بيعمل بريدونتال فلاب؟ It is a section or incising of the gingiva and or mucosa surgically separated from the underlying tissue. طيب، يعني بفصل الجنجيفا عن الاندرلايننج تيشو. طب بتفصليها ليه؟ ايه سبب انك بتفصليها؟ بفصلها عشان اعمل provide visibility to remove source of infection. عندي بوكت مثلا 10 ملي 9 ملي، فانا مش عارفة اوصله بالكيوريت، فبضطر ارفع فلاب عشان اوصل للديبست بارت اوف ذا بوكت واقدر اعمل ريموف للسورس اوف انفكشن، اعمل الجنيشن، اشيل الجنيشن تيشو، اعمل روت بلانينج، اشيل النوكليتك سيمنتوم، واعمل اكسس للبون. عايزة احط مثلا بون جرافت، عايزة احط مثلا تيشو ريجنريشن ممبرين، عايزة اكسس للبون. كمان الجنجيفا اللي انا شلتها دي او فصلتها عن underlining tissues ممكن ان انا احركها lateral, coronal, apical، ودي كلها فوائد للفلاب. البريدونتال سيرجري عندنا بتنقسم لتلات انواع. البريدونتال سيرجري بتتقسم لتلات انواع. اول نوع اسمه resective procedures، ومعنى كلمة ريستكتف ان انا بشيل حاجة. عندكم درس اسمه ريستكتف اوسيوس سيرجري، بشيل بون. واحد يجي يقول لي هو انت بتشيلي تيشو ولا عايزة ترجعي التيشو اللي فقد التاني؟ لا، احيانا بيبقى الشيل ده مفيد بستفيد منه. يعني ايه ريستكتف بروسيجر؟ ان انا بشيل الجزء الديزيز ده، او بعمل اليمينيشن للبوكت، او بشيل جزء من التيشو مصاب بالمرض. اكبر مثال للريستكتف بروسيجر جنجيفكتومي. احنا عندنا حاجه اسمها مرض اسمه جنجيفا انلارجمنت، والجنجيفا انلارجمنت لها اسباب كتير زي ما خدتوها في الترم الاولاني، والجنجيفا انلارجمنت دي لها كومبليكيشنز كتيره، منها الباد اورال هيجين، وطبعا الاستاتيك بروبلمز اللي مع الجنجيفا انلارجمنت، وحاجات كتيره قوي بتاثر على الايربشن بتاع التوس، لها مشاكل كتير قوي. طب ايه العمليه اللي بعملها عشان اتخلص من الجنجيفال انلارجمنت؟ بعمل عمليه اسمها جنجيفكتومي او جنجيفوبلاستي، ودي في الحاله دي بشيل تيشو، ببقى عمليه ريستكتيف، بشيل تيشو. مثال اخر للريستكتيف بروسيجر اللي هو الابيكال بوزيشننج فلاب او الاندسبليسد فلاب. يبقى في عندنا امثله لعمليات الريستكتيف اللي انا بشيل تيشو، بشيل تيشو زي الجنجيفكتومي، جنجيفوبلاستي، والابيكال بوزيشن فلاب، والاندسبليسد فلاب. طب عكس ان انا اشيل احط، عكس ان انا اشيل احط، حاجه اسمها ريجينيريتيف تكنيك او ريجينريشن بروسيجرز. طب ايه حكايه الريجينريشن بروسيجرز دي؟ لا، هنا بقى مش هشيل، هنا هحط. هحط ايه؟ هحط ريجينريشن، هعمل ريجينريشن، هحط بون جرافت، هحط ممبرين، هعمل روت كونديشننج، هحط امدوجين، هحط مورفوجينيتك بروتين، هحط حاجه عشان اعمل بيها ريجينريشن للتيشو اللي فقدت قبل كده، اعمل تحفيز للتيشو اللي فقدت قبل كده. تمام، بيقولك احسن ديفكت اعمل له ريجينريشن اللي هو 3 وول انترابوني ديفكت، واحنا متفقين على الكلام ده. طب مين هم العمليتين اللي بيعملوا ريجينريشن؟ هم عمليتين بس، واحده اسمها بابيلا بريزرفيشن فلاب، وواحده اسمها كونفنشنال فلاب والسيركولار انسيجن. يبقى في عمليتين هم اسمهم بتوع ريجينريشن اللي هم بابيلا بريزرفيشن فلاب وكونفنشنال فلاب والسيركولار انسيجن.
طب ولا هشيل ولا هحط ولا هعمل ريستكتيف بروسيجر ولا هعمل ريجنريشن بروسيجر، هعمل حاجه اسمها نيو اتاتشمنت بروسيجر. يبقى ولا هشيل ولا هحط. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هتعملي نيو اتاتشمنت مره اخرى، الكونكتيف تيشو هخليه يمسك تاني بالسمنتم بالفايبرز بتاعته، هعمل نيو اتاتشمنت بروسيجر. مش المرض ده او الديزيز ده او البريدونتال ديزيز ده عملت لص الاتاتشمنت، انا هعيد تاني الاتاتشمنت دي بالتيشو اللي موجوده مره اخرى. واشهر مثال للموضوع ده السكيلنج اند روت بلينينج، ده اشهر مثال للنيو اتاتشمنت بروسيجر. كلوز كوريتاج اللي هو السكيلنج اند روت بلينينج مثلا، الاكسجين نيو اتاتشمنت بروسيجر اللي هو الاناب، الاوبن فلاب كوريتاج اللي هو الاوبن فلاب ديبرايدمنت، والموديفايد وايت مان فلاب بروسيجر. يجي في الامتحان يقول لك تشوز ايه الموديفايد وايت مان فلاب، هل هي نيو اتاتشمنت بروسيجر ولا ريسكتيف بروسيجر ولا ريجنريتيف بروسيجرز؟ هتقول له نيو اتاتشمنت بروسيجر، ولا هحط ولا هشيل، بس هعمل نيو اتاتشمنت الكونكتيف تيشو مع الفايبر بتاعتها مع السمنتم اللي موجود على التوس مره اخرى. ادي الاوبن فلاب ديبرايتمنت، هرفع الفلاب، هنضف المكان وهعمل روت بلينينج وهشيل نكروتيك سمنتم والكالكولاس وسب جنجيفال او سوبرا جنجيفال، وهعمل سيوتشرنج تكنيك اهوت وهرجع الفلاب مره اخرى. Classification of flaps. A periodontal flap can be classified based on the following: according to the bone exposure, according to the placement of the flap after surgery, according to the management of the papilla. طب نشوف واحدة واحدة. According to the bone exposure during reflection. Full thickness flap, partial thickness flap. The full thickness flap يعني إيه والpartial thickness flap يعني إيه؟ احنا عندنا فوق البون طبقة اسمها البريوستيوم اللي بتديها البلاد سبلاي، وكمان بقى فوق البريوستيوم كونكتيف تيشو، وفوق الكونكتيف تيشو ابيثيليوم. لو شلت الثلاث طبقات دول وعريت البون يبقى انا عملت فول سيكنس فلاب. طب لو شلت طبقة الابيثيليوم ونص الكونكتيف تيشو اهو جزء من الكونكتيف تيشو وسبت البريوستيوم وجزء من الكونكتيف تيشو على البون، هعمل حاجه اسمها بارشال سيكنس فلاب او سبليت سيكنس فلاب. طيب بالنسبه للفول سيكنس فلاب بعملها ازاي؟ بعملها بحاجه اسمها بلاند ديسكشن اللي هو البريوستيال اليفيتور. امال هنا بعملها ازاي؟ بالمشرط، بالمشرط مش بالبريوستيال اليفيتور. طب هنا هعملها امتى؟ هنا هعملها لما اكون محتاجه ان انا اوصل للبون، لما انا هعمل عمليه اوسيا سيرجري، عايز احط بون جرافت، عايز احط ممبرين. طب هنا هعملها امتى؟ هنا هعملها لما عاوز احرك الفلاب، سواء كورونال او ابيكال او لاترال. طيب هي لها فايده اللي بارشل سيكنس فلاب دي؟ لها فايده كبيره جدا. بيقولك ان انا ممكن اخيط الوضع الجديد للفلاب، يعني مثلا عايز احرك الفلاب هنا ارحلها ابيكال كرون ابيكال مثلا، فهخيط الجزء ده في البريوستيوم. ده مش كده وبس، ده انا كمان عشان انا ما عريتش البون، لما اجي اعري البون واحرمه من البريوستيوم بعمل له هايبوكسيا، هقلل البلاد سبلاي اللي موجود على البون. ففي الحاله دي لما البون يحصل له هايبوكسيا هيحصل ايه؟ نيكروزيس، هيحصل ريزوربشن، حضرتك بتصلح بتخرب. بدل ما تبني بون انت رفعت فلاب. وعشان كده بيقولك لما تيجي تعمل فلاب بتبقى سريع as possible، يعني بتبقى سريع جدا ووقت قصير للعمليه، وما تحاولش تعري البون فتره طويله، عشان تعريه البون فتره طويله دي بتؤدي الى حدوث هايبوكسيا للبون ونكروزس وبون ريزوربشن. لكن هنا طبعا ما بيحصلش الكلام ده، لان انت لا ما زلت محتفظ بطبقه البريوستيوم وجزء من الكونكتيف تيشو، فما بيحصلش هنا هايبوكسيا للبون، فما بيحصلش اي مشكله في الحاله بي اللي هي البارشال سيكنس فلاب. ده comparison between full sickness flap and partial sickness flap اهو، ولها اسم تاني اسمها split sickness flap.
بيقولك ان كل السوفت تشو بتتشال بما فيهم البري اوستيوم بتعري البون، هنا لا، هنا شارب ديستكشن، هنا لا بالبري اوستيوم اليفيتور، هنا الانديكيشن لما اكون احط عايزه اعمل اوسيس سيرجري للبون او احط جرافت او باريال ميمبرين وجاي تشو ريجنريشن، هنا لما عاوز احرك الفلاب، هنا بتمنع المارجنال بون لوس زي ما احنا قلنا مفيش هايبوكسيا للبون، مفيش نيكروز، مفيش ريزوربشن، وكمان ممكن اخيط الفلاب دي في الاوستيوم اللي انا سايباها. ده كان اول حاجه في الكلاسيفيكيشن. تاني موضوع في الكلاسيفيكيشن اكوردنج للبليسمنت اوف ذا فلاب، هل انا هرجع الفلاب دي في مكانها مره اخرى اندسبليسد ولا هحركها فوق او تحت او لاترال كورونال ابيكال لاترال؟ الفلاب اللي هتتحرك اسمها ديسبليسد فلاب، الفلاب اللي مش هتتحرك هتبقى الاندسبليسد فلاب. بيقول لك اشهر مثال للاندسبليسد فلاب اللي ما اقدرش احركه هو البلاتال فلاب. البلاتال فلاب مستحيل تتحرك لانها كلها اتاتشد جنجيفا، ما فيهاش الفلار ميكوزا خالص. ده واحد عنده ريسيشن اهو، وقررت ان انا اعمل له كروني ادفانسد فلاب، ورفعت الفلاب تو هوريزونتال انسيجن اند تو فيرتيكال ريليزنج انسيجن اكستند تو ذا ميوكو جنجيفال لاين افتر الميوكو جنجيفال لاين. فطبعا عشان تتحرك معايا ما اقدر، لازم احرك الفلاب بعد الميوكو جنجيفال لاين. هبدا اسلك الفلاب واشدها كرونال والحاله بعد ما خلصت. بيقول لك معلومه مهمه قوي، عشان تحرك الفلاب لازم تعدي الميوكو جنجيفال لاين. عشان تحرك الفلاب تعمل لها ديسبليسمنت للفلاب لازم تتجه بعد الميوكو جنجيفال لاين عشان توصل للالفلار ميكوزا عشان تتحرك معاك. ولازم تعمل حاجه اسمها فيرتيكال ريليزنج انسيجن، فيرتيكال ريليزنج انسيجن. وزي ما اتفقنا ان البلاتا الفلاب ما بتتحركش لان كلها عباره عن التاتش جنجيفا. الصوره دي جميله جدا اهي، بتبين لنا الانتردنتال بابيلا، المارجنز بتاع الجنجيفا، الاتاتش جنجيفا، الميوكو جنجيفا لاين والالفلار ميكوزا. يا جماعه الفلاب عمرها ما تتحرك الا لما توصل في المكان ده. عشان تتحرك لازم اعدي الميوكو جنجيفا لاين واعمل تو فيرتيكال ريليزنج انسيجن. الانتردنتال بابيلا، الانتردنتال بابيلا دي معجزه، معجزه، حاجه جميله كده ربنا خلقها لنا. الانتردنتال بابيلا اوكيبايز ذا سبيس ان ذا انتردنتال امبريجر ابيكال تو ذا كونتاكت بوينت. ذير ار 3 بارتس اوف انتردنتال بابيلا. الانتردنتال بابيلا بتتكون من 3 اماكن، فيشيال بابيلا، فيشيال بابيلا، ولينجوال او بلاتال بابيلا، ومتصلين ببعض عن طريق الكول ريجون. الكول ريجون نانكيراتينايزد اريا بيحصل فيها استجنيشن للبكتيريا والفود، فاكرين؟ وبتبدا الديزيز. واحده صاحبتي مره بقول لها ربنا خلقنا كل حاجه لها سبب، هو ايه فايده الكول ريجون؟ قالت لي ما انتش عارفه فايده الكول ريجون؟ قلت لها لا. قالت لي لا ده لها فايده كبيره جدا، دي المنطقه اللي بيبدا فيها البريدونتال ديزيز. قلت لها بجد؟ قالت لي اه. قلت لها طب ما انا عارفه دي معلومه قديمه قوي. قالت لي لا، ما هي لما يبدا البريدونتال ديزيز يحصل بريدونتال ديزيز فاحنا نشتغل بقى ونكسب فلوس، هي دي فايدتها. قلت لها بجد؟ قالت لي اه، ما هي دي فايدتها ان دي اكل عيش لنا. قلت لها طب خلاص ماشي. فالكول ريجون هي المنطقه الضعيفه النانكيراتينايزد اللي بيحصل فيها استجنيشن للفود والبكتيريا وبيحصل فيها بدايه للبريدونتال ديزيز عشان احنا نشتغل. طيب ايه فايده الانتردنتال بابيلا؟ الانتردنتال بابيلا بيولوجيكال بارير، بيولوجيكال بارير، حاجه كده بارير ربنا خلقهن حمايه. بيقول لك ليه دور كبير جدا في الاستاتيك، ليه دور كبير جدا في الاستاتيكس. والدليل على كده ان لما بيحصل لوس للبابيلا، لما بيحصل لوس للبابيلا بيحصل حاجه اسمها البلاك تريانجل. لما بيحصل لوس للبابيلا بيحصل حاجه اسمها بلاك تريانجل. والبلاك تريانجل واللوس بتاعت البابيلا من اصعب العمليات بتاعت البيريو اللي هو ريكونستراكشن للبابيلا، من اصعب العمليات ان انا اعمل بابيلا جديده.
طبعا مش بس لها دور في الاستاتيك، لا ده لها دور في الفوناتكس كمان، ولها كمان دور في عدم الفود امباكشن. يعني لو احنا تصورنا ان هنا في اهو تراينجل اهو، فالفود هيحصل امباكشن هنا في المكان ده، ودي مشكلة كبيرة جدا. لكن لو هو في المكان ده في الانتردنتال بابيلا، فمش هيحصل فود اكوميليشن. وعشان كده لما الناس لقت ان الانتردنتال بابيلا دي مهمة، ففكروا يعملوا حاجة اسمها، طبعا بتوع الجراحة اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم يقوموا رامين البابيلا دي واكلينها. ده مش مهم عندهم، ده اخر حاجة بيفكروا فيها بتوع الجراحة. بابيلة ايه؟ بتوع البابيلا دول يروحوا يقعدوا على ركن. احنا بتوع فراكشر ماندبل، بنصلح ماندبل، شيل تيومرز، احنا اخر اهتماماتنا هي البابيلا. الناس بقى فكرت في ان هم يعملوا مانجمنت للبابيلا، فقسموا الفلاب اكوردنج للمانجمنت بتاع البابيلا. ليه سبليت بابيلا اللي هي الكونفنشنال فلاب وبابيلا بريزرفيشن فلاب. طب يعني عملوا ايه الناس دي؟ الناس دي عملوا حاجتين، لا اما يقسموا البابيلا من عند الكل ريجون لفش البابيلا ولينجوال البابيلا او بلت البابيلا، لا اما يطلعوا البابيلا بالكامل الفيشل مع الكل ريجون مع البلاتال او اللينجوال بابيلا. طب امتى اعمل دي وامتى اعمل دي؟ بيقول لك اعمل دي لما يبقى فيه يعني كونتاكت ضيقه خالص، نارو سبيس اهوت، اعمل كونفنشنال فليم. ما اقدرش اعمل اطلع البابيلا كلها من الحته الضيقه دي، وكمان ان انا عاوز احرك الفليم. لكن افرض بقى انا مش عايز احرك الفلاب وعندي حته واسعه ممكن اطلع منها البابيلا، لا هستخدم بابيلا بريزرفيشن فلاب. والبابيلا بريزرفيشن فلاب هي اهم عمليه في الريجيتيف تكنيك. ليه؟ لان انا لما بحط البون جرافت هنا والممبرين، فبقفل عليهم البابيلا، فبيبقى متحافظ على المكان ده بكل البلاد سبلاي بتاعه وبكل البون جرافت، ما بيقعش. زي دي هنا بيبقى مفتوحه، انت عملت سبليت بابيلا فممكن البون جرافت يقع. فاكوردنج للمانجمنت بتاع البابيلا قسمها الى سبليت بابيلا فلاب اللي هي الكونفنشنال فلاب وبابيلا بريزرفيشن فلاب. خلي بالكم، ماشي تمام. ناخد بالنا من الرسمه دي، نعتقد نتصور ان ده حاجه اوكلوزال كده، فده كل ريجون، الحته دي كل ريجون، ودي الفشل بابيلا ودي اللينجوال بابيلا او البلتا البابيلا. انا هاجي اعمل سبليت كده من عند الكل ريجون، وهفصل البابيلا من عند الكل ريجون لواحده فشل وواحده لينجوال او بلتال. طب هنا لا، هنا انا مش هعمل كده، هنا انا هاجي اعمل سيمي ليونر اهو، نص دايره اهو، انسيجن اهو، دي مكان اللي هي البابيلا اللي هي اللينجوال او البلتال، وهاخد اهي دي اللي كانت موجوده هنا، هاخدها بالكل ريجون بالفش البابيلا واطلعهم حته واحده كلهم. هطلعهم حته واحده كلهم، تمام. الحقيقه طبعا الدنيا اتقلبت وقال لك ايه ده، وانا بقول الحته دي عشان تبقوا متواكبين مع الزمن الجديد. قال لك ان في حاجه اسمها ميست مينيمال انفيزيف سيرجيكال تكنيك. ميست، اتس تايم اوف ميست، اتس تايم اوف ميست. احنا دلوقتي كونسرفاتيف كلنا، ما حدش بيعمل انفيزيف سيرجري، فبقدر الامكان ان انا ببقى ميست في تصرفاتي في البريو، لان ده العلم الحديث دلوقتي. او البريو ده علم كبير قوي، ما حدش يقدر عليه. فمست دي دلوقتي الناس كلها متجهه لها انها تعمل مينيمال انفيزيف سيرجيكال تكنيك. واول عمليه في المينيمال انفيزيف سيرجيكال تكنيك هي البابيلا بريزرفيشن فلاب. الحقيقه ان هم فعلا عملوا كونفنشنال بابيلا بريزرفيشن فلاب اللي انا حكيت لكم عنها دلوقتي، لكن في بعض العلماء طلعوا بعد كده وقالوا لا يا جماعه، ده احنا هنعمل موديفيكيشن للبابيلا بريزرفيشن فلاب. وطلع كورتليني وقال لك انا هعمل موديفايد بابيلا بريزرفيشن وسمبليفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب، وطلع واحد تاني كمان وقال لك انا هعمل وولز تيل تكنيك. طيب ناخد فكره كده بسيطه، مش كبيره، ناخد فكره بسيطه ومش هنكتر عليكم،
فكرة بسيطة بس عنها عشان لما حد يتكلم عنها قدامكم تبقوا عارفين. في عالم اسمه تاكي، تاكي ده سنة 1985 1985 عمل البابيلا بريزرفيشن في لاب بتاعتنا العادية، بابيلا بريزرفيشن العادية اللي أنا بعمل أهوت سيمي ليونر أهو نص دايرة من البلتل أو اللينجوال، وبطلع اللي هي البابيلا اللي موجودة في البلد مع الكل ريجون مع الفشة البابيلا، والناس كلها عارفة التكنيك دوت وعارفاه والناس كلها حافظاه، وده بيستوجب وجود انتر سبيس دايستما او سبيس بين البابيلا اللي هتطلع. تمام، ادي البابيلا اهو، بابيلا بريزرفيشن فلاب اهو، لازم يبقى فيه تو وايت اريا زي ما احنا اتكلمنا، والفلاب مش هتتحرك والكلام ده احنا لسه قايلينه اهو. ادي الفش البابيلا وادي الكول ريجون وادي البلتا البابيلا طالعين كلهم مع بعض في حته واسعه. ادي دي لايف سيرجري، على فكره دي لايف سيرجري مش منقوله من حاجه. ادي سيمي ليونر انسيجن اهو، سيمي ليونر انسيجن اهو، واخدين بالكم 5 مللي اهو من التب بتاعت البابيلا، وبعدين باجي بالاوربن واطلعه اهو واعمل سيركول انسيجن اهو واطلع الانتر دنتال بابيلا اهي بالكل ريجون لفوق ليه في الفشل. الحقيقة جه بعد كده كورتليني 1995 قال لك طب ولو عندي سبيس صغير ما ينفعش اعمل بابيلا بريزرفيشن فلاب؟ قال لك لا ينفع، ينفع ما تعملش بقى سيمي ليونر انسيجن، انت هتعمل هوريزونتال انسيجن، هوريزونتال انسيجن. بس كورتليني عمل حاجتين، عمل عمليتين مش عملية واحدة، وادى سكيم كده قال لك لو السبيس ده اكبر من 2 ملم، لو السبيس ده اكبر من 2 ملم انا هعمل هوريزونتال انسيجن واطلع الفلاب البابيلا دي بلاتل اهي، هعمل انسيجن كده وهطلع الجزء ده بلاتل. طب نبص كده كورتليني عمل ايه اهو، شوفوا كورتليني، كورتليني عالم جميل جدا بتاع بيريو اهو، شفتوا هوريزونتال انسيجن باكل او فيشل او ليبيال اهو، بس كده عمل هوريزونتال انسيجن، دي موديفيكيشن اوف بابيلا بريزرفيشن تكنيك، موديفايد بابيلا بريزرفيشن تكنيك اسمها كده، موديفايد بابيلا بريزرفيشن تكنيك اهو، ورفع الفلاب وعدى الجزء الصغير ده من اهو باوربن نزله اهو سحبه لما يبقى السبيس اكتر من 2 ملم بتوين التوتوس اهو، لما يبقى السبيس بين التو توز دول اكتر من 2 ملم هيعمل حاجه اسمها موديفايد وبابيلا بريزرفيشن فلاب اهو. عمليه سهله جدا اهو، طلعها اهوت من البلت، يبقى البابيلا راحت بلتل، البابيلا راحت بلتل، يبقى المره دي مش سيمي ليونر فلاب، ديت حاجه هوريزونتال انسيجن في الفيشل، وبعدين شوفوا طلعها براحه خالص اهو، شوفوا براحه خالص اهو، خلاص خلصت العملية، خلصت اهي طلعها، يبقى كده عمل موديفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب، موديفايد بابيلا. شوفوا الناس يعني مينيمال انفيزيف قد ايه، شوفوا الحتة اللي رافعها خايف على البون وخايفة عايز يحط امدوجين، حط امدوجين اهو، شفتوا حطوا امدوجين والبابيلا هتقفل عليها، البابيلا هتقفل عليها، البابيلا هتقفل عليها اهو. تمام تمام، ادي هوريزونتال انسيجن، ادي السبيس اكتر من 2 ورفع الفلاب ورجعها اهو، ده بلتل على فكره اهو، ورجع الفلاب مع البابيلا بتاعته في البلتل فلاب. جه قال لك طب هي لو اقل من 2، نفس العالم برضه كورتليني 1999 قال لك طب انا بدل ما هعمله هوريزونتال هعمله اوبليك، ادي كل الحكايه، بدل ما هعمله هوريزونتال هعمله اوبليك اهو، اوبليك بس كده، يعني مش هعمل اكتر من كده، بدل ما هعمله هوريزونتال هعمله اوبليك، ادي كل الفرق بين السمبليفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب والموديفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب، ان هنا هعمله هوريزونتال وهنا هعمله اوبليك بس مش اكتر من كده اهو. شوفوا الناس بقت مينيمال انفيزيف ازاي،
ما بقاش نسمع عن الفراب الكبيرة اللي بتترفع اللي لا، ما بقاش نسمع عن الكلام ده خلاص، الكلام ده عصره انتهى. شوف الراجل اهو عمل اهو اهو انسجن اوبليك زي ما انتم شايفين في الصورة رقم سي، ورفع حتة صغننة خالص وبدأ ينظف، وده حاجة عمليات اسمها مينيمال انفيزيف تكنيك، ودي سمبليفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب. وده كورتليني اسكيما، قال لك لو هي اكبر من 2 مللي هعمل موديفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب، ولو هي اقل من او تساوي 2 مللي هعمل عمليه اسمها سمبليفايد بابيلا بريزرفيشن فلاب. جه واحد تاني قال لك لا انا هعمل وولز تيل تكنيك. ايه ده، هتعمل وولز تيل تكنيك ازاي؟ 2009 اتنين علماء قال لك لا احنا هنعمل ايه، واحد اسمه بيانكي لو تسمعوا عنه، بيانكي وباستي لو تسمعوا عنهم، سنة 2009 قال لك هنعمل وولز تول تيل تكنيك، برضك نوع من انواع البابيلا بريزرفيشن فلاب، ودي هحط البون جرافت والممبرين وهحافظ على المكان. طب هتعملي ايه في الموضوع ده؟ جميله قوي، انا هعمل التيل اهو، تيل اهو تو فيرتيكال ريليزنج انسيجن اهمت، وهعمل التيل اهو بتاع الحوت اهو، وبعدين هرفع كل دي هعديها من هنا، فلازم في الحالة دي يبقى عندي وايد سبيس. شفتوا الفلاب كلها مرفوعة ازاي عدت بلتل؟ هيحط البون جرافت هنا والمبرين ويقفل عليهم، فلما هيقفل عليهم مش هيحصل مشكلة، لما هيقفل عليهم مش هيحصل مشكلة. ده كان بالنسبة للتايبز بتاع الفلاب او الكلاسيفيكيشن بتاع الفلاب اكوردنج للبول اكسبوشر، فور سيكنس فلاب، بارشر سيكنس فلاب، اكوردنج للديسبليسمنت، ديسبليسمنت فلاب واندسبليسمنت فلاب، واكوردنج للمانجمنت بتاع البابيلا، بابيلا بريزرفيشن فلاب وكونفنشنال فلاب والسيركولار انسجن او سبليت بابيلا. نيجي للتايبز بتاع الانسجن، عندنا انواع من الانسجنز، عندنا نوعين من الانسجنز معروفين في البيريو، واحد اسمه هوريزونتال انسجن، واحد اسمه فيرتيكال انسجن. هوريزونتال انسجن ده بيتكون من ثلاث خطوات، ثلاثه انسجن، يعني الهوريزونتال ده فيه ثلاث خطوات عشان يتم، لكن الفيرتيكال ده هي خطوه واحده. الهوريزونتال انسجن بيتم عن طريق ثلاث خطوات، واحد اسمه انترنال بيفل انسجن او ريفرس بيفل انسجن او انيشال بيفل انسجن، واحد اسمه كليفيكولار او سكند انسجن او انترا سيركولار او سيركولار انسجن، والثيرد اسمه انتردنتال انسجن. الهوريزونتال انسجن اللي هو الانترنال بيفل انسجن، الانترنال بيفل انسجن، ودول يعني مهم قوي عندنا. الانترنال بيفل انسجن ده يعتقد ان هو البيزك بريدونتال فلاب بروسيجر، البيزك بريدونتال فلاب بروسيجر، وطبعا اسمه الانيشال انسجن لانه اول واحد بيتعمل، او ريفرس بيفل انسجن لما هتيجوا تاخدوا الجنجيفيكتومي هتعرفوا ان الجنجيفيكتومي بيفل انسجن، لكن ده عكس اتجاه الجنجيفيكتومي فاسمه ريفرس بيفل انسجن. طيب احنا عايزين نعرف هو ليه اهدافه ايه، او الجولز او الاوبجكتيف بتاع ان انا اعمل انترنال بيفل انسجن ايه اهدافه. بيقول لك ان الانترنال بيفل انسجن ده انا بعمله عشان اشيل البوكيت وول، بشيل البوكيت وول. طب وايه كمان؟ بيقول لك كمان ان انا بحافظ او كونسرفاتيف، بحافظ على جزء من الجنجفة اللي بره عشان ترجع تاني تحافظ على التشو اللي هي زي البون اللي هي تحتها. ممتاز. كمان لما بتعمل internal pivot incision بتعمل sharp thin flap margins for adaptation to the bone tooth junction. طب احنا مش فاهمين الكلام ده، يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ احنا عندنا two incision، horizontal incision و vertical incision. الهوريزونتال انسجن ليه ثلاث خطوات، internal bevel incision، circular incision، interdental incision، انسجن واحد، انسجن اثنين، انسجن ثلاثة. شوفوا الجنجيفيكتومي، شوفوا عملية الجنجيفيكتومي هنا، بصوا لها كويس كده. بيقول لك الانترنال بيفل انسجن كورونال، يعني المشرط متجه كورونال، المشرط متجه كورونال، خلي بالك ده اسمه external bevel incision.
يبقى الانسيجن بتاع الجنجيفيكتومي متجه لفوق المشرط، بتمسكه لفوق اكسترنال يعني طالع بره كرونال، تمام. اما المشرط هنا بتمسكه انترنال يعني متجه ناحية البون ابيكال، يبقى ده اسمه انترنال. يبقى اللي بتاع الجنجيفيكتومي اسمه اكسترنال بيفل انسيجن وده اسمه انترنال بيفل انسيجن. طب اكسترنال ليه؟ اصله متجه بره كرونال، لكن هنا متجه جوه انترنال عند البون. احنا لسه قايلين ان الانترنال بيفل انسيجن بيمدنا بثلاثه جولز. طيب تخيلوا معايا كده ان ده انا عملت المشرط انترنال بيفل انسيجن. انتوا عارفين الجزء اللي انا شيلته ده، ده الجزء اللي اسمه البوكت وول اللي فيه الديزيز، اتخلصت منه. طب وايه كمان؟ التيشو دي انا حافظت عليها، يبقى انا كونسرفاتيف. الابيثيليوم دي انا حافظت عليها ما قطعتهاش وهترجعها هنا. ده مش كده وبس، ده دي كمان شوفوا النايف ايدج بتاعها، فانا خدت هنا عملت ايه؟ سن نايف ايدج مارجن. يبقى انا دلوقتي في فرق بين ان انا بعمل جنجيفيكتومي وان انا بعمل فلاب. الجنجيفيكتومي اكسترنال بيفل انسيجن، المشرط متجه لفوق 45 درجة على اللونج اكس اوف ذا توس اهو، 45 درجة على اللونج اكس اوف ذا توس اهو، بس اكسترنال كورونال. لكن انترنال هنا لا، ده الانترنال هنا متجه لتحت عند البون، فده انترنال بيفل وده اكسترنال بيفل. طبعا اديت اكسس للبون، شلت البوكت وول، حافظت على التيشو، حافظت على الجنجيفا. وده مش كده وبس كمان، ان انا عملت سين وول هنا، سين مارجن ادابتيشن على التوس والبون. نيجي لتاني انسيجن في الهوريزونتال انسيجن اسمه السكندري انترا سيركولار او سيركولار انسيجن او كريفيكولار انسيجن. بيقول لك الانسيجن ده بدخل اهو، لو نتصور اهو بدخل هنا سيركولار في السالكس اهو عند الحد الاول البون. بيقول لك الرقم اتنين ده او السيركولار انسيجن ده بيعمل ويدج، ويدج شيب من التشو، ويدج شيب من التشو. بيقول لك الانسيجن الثالث اللي هو الانتردنتال اهو اللي بيتعمل بالاوربن، ده اللي بيفصل الحته الكولر دي عن البون، فباخد الحته دي وارميها اللي هي الحته اللي فيها البوكت وول اللي فيها الديزيز. يبقى احنا عندنا ثلاث خطوات علشان نعمل الهوريزونتال انسيجن. اول واحد اسمه انترنال بيفل انسيجن، انترنال عشان متجه لتحت عند البون اهو اهو، وبسيب هنا واحد او نص ملي من الجنجيفا. وتاني واحد اسمه سالكولار، يتفضل حتة صغيرة بشيلها عن طريق الانتردنتال انسيجن، وبشيل الحتة دي وبرميها، ودي بتمثل البوكيت وول، وده اسمه التلات خطوات دول اسمهم الهوريزونتال انسيجن. نيجي للفيرتيكال انسيجن. الفيرتيكال انسيجن ده ليه شروط، بس خلي بالك مفيش فيرتيكال انسيجن ولا لينجوال ولا بلاتال. اوعى تعمل فيرتيكال انسيجن ولا بلاتال ولا لينجوال. ده انا بعمل الفيرتيكال انسيجن عشان اتحرك، انا مش هعرف اتحرك بلاتال. انت بتعمله بلاتال ليه؟ ولينجوال ما تعملوش، ما تعملوش لينجوال. طيب انت هدفك ايه من الفيرتيكال انسيجن؟ انا هدفي من الفيرتيكال انسيجن ان انا احرك الفلاب، ان انا اوصل لي بعد الميوكو جينجيفال لاين، اوصل للالفولار ميوكوزا عشان احرك الفليب. بس ليه شروط، ليه شروط، مش اي حد كده يعمل فيرتيكال انسيجن. طب ايه شروطه؟ ليه شروط مهمه جدا. اول حاجه يبقى البيز بتاعته وايد زان ذا سالكولر، عند السالكس تحت عند البيز، يبقى البيز بتاعته فوق اهي يعني طالع على حتة كبيرة. طب طالع على حتة كبيرة ليه كده؟ طب طالع، طب ما يطلع كده ليه؟ طالع على زي الخط الأحمر المستقيم ده عشان أولا البلاد سبلاي، ثانيا أنت لما بتطلع ضيق كده ناره عند البيز ده ممكن يحصل تيرنج في الحتة دي، يحصل تيرنج للفلاب ودي مشكلة. طب إيه كمان؟ بيقول لك أوعى تعمل الفيرتيكال ريليزنج انسيجن عند الراتيكولار سيرفيس. الراتيكولار سيرفيس ده اللي هو عند الروت، ما تعملوش عند الروت، ولا تقسم البابيلا، ولا تقسم البابيلا. امال تعمله فين؟ اعمله عند اللاين انجل،
عند اللاين انجل دي اسمها اللاين انجل، دي اسمها اللاين انجل اللي انتوا شايفينها دي اسمها اللاين انجل. يبقى انت هتعمله لا اما على اللاين انجل ده لا اما على اللاين انجل دي، لكن ممنوع تعمله على راديكولار سيرفيس ولا تقسم البابيلا نصين، غلط. يبقى انت هتعمله عند اللاين انجل، فلما تعمله عند اللاين انجل دي هتاخد البابيلا كامله بالكامل معاك في الفلاب، او تسيبها او هتسيبها، يعني ممكن هنا تسيبها وترفع دي، لكن هنا هتاخدها معاك في الفلاب. بيقول لك لو عملت تو فيرتيكال ريليزنج انسيجن زي الحاله دي، الفلاب دي اسمها بيديكال فلاب، ولو عملت وان فيرتيكال ريليزنج انسيجن من واحده تانيه وما عملتوش من الناحيه التانيه بتاعت الفلاب، حاجه اسمها تراينجل فلاب، ولو ما عملتش خالص فيرتيكال ريليزنج انسيجن ده اسمه انفولوب فلاب. يجي في الامتحان يقول لك الانفولوب فلاب عندها وان فيرتيكال ريليزنج انسيجن، تو فيرتيكال ريليزنج انسيجن، نو فيرتيكال ريليزنج انسيجن، هتقول له نو فيرتيكال ريليزنج انسيجن. بعد كده برفع الفلاب بطريقتين، وزي ما احنا اتفقنا في البارشل سيكنس والفول سيكنس، لا اما برئس الاليفيتور لا اما شارب ديسكشن بالمشرط، استخدم السكالبل. لما اجي اعمل سيوتشرنج تكنيك او اخيط، لازم اخيط، تخيل ان دي اهي دي بابيلا تراينجل كده، بخيط عند البيز بتاعه البابيلا، باخد السيوتشر او ادخل الابره عند البيز بتاعه البابيلا، مش هنا ولا هنا، عند البيز بتاعه البابيلا. لو هنا هيحصل تيرنج للبابيلا خلي بالك، ولو هنا هتبقى فيري تايت قوي وتبقى ممكن تعمل مشاكل. ده انترنال بيفل انسيجن اهو، جه ساب واحد نص واحد ملي اهو من الجنجيفا، ودخل انترنال بيفل انسيجن اهو حوالين السنه، انترنال بيفل انسيجن، وبعد كده عمل السيركولار، وبعد كده عمل الانتردنتال، وشال الحته الكول دي، الكول دي اللي فيها البوكيت وول خلي بالكم، ونظف الدنيا. ده اوربان على فكره، ده حاجه اسمها اوربان معروفه جدا. شوفوا المنظر جميل قوي، شفتم؟ هو ساب 1 مللي اهو من الجنجيفا اهو، وعمل انترنال بيفل انسيجن اهو، انترنال بيفل انسيجن اهو، وبعدين هيدخل سيركولار هنا، وبعدين انتردنتال، ويشيل ده. الحته اللي هيشيلها دي فيها البوكيت وول، البوكيت وول خلي بالك. اي هيلينج في الدنيا ده جميل جدا، بيحصل بلاد جروت، والبلاد جروت بتتحول لجرانيشن تيشو، والجرانيشن تيشو بيجي يحل محلها الكونكتيف تيشو جرافت، والكونكتيف تيشو جرافت ايه بقى مش فعالي في الجرافت انا كونكتيف تيشو، والابيثيليوم بعد كده تغطي الكونكتيف تيشو ويحصل الهيلينج اللي الناس كلها عارفاه. طيب نتكلم بقى عن الجزء الثاني من الدرس اللي هو الفلابز ار يوزد فور بوكيت ثيرابي. مين هم وايه سبب ان انا استخدمت فلاب عشان اعالج البوكيت ثيرابي؟ زي ما احنا قلنا اكسسبيليتي، طبعا اليمينيشن للبوكيت ديبس والبوكيت وول، جين اكسس للاوسس ايه عشان اعمل اوسس سيرجري مش كده، واعمل ريجينيتيف بروسيجر. التكنيكس المستخدمه في ان انا اعالج البوكيت هم معروفين، اربعه تكنيكس اللي هم الموديفايد وايد مان فلاب، والاندسبليسد فلاب، والابيكال ديسبليسد فلاب، والديستال ويدج. سنة 1918 طلع حاجة اسمها اوريجينال وايد مان فلاب، جه عالم وايد مان وعمل فلاب، رفع فلاب وعمل ري استابليشمنت للكريستال بون، يعني عمل شال شوية بون وعمل شبه كريستال كده، ورحل الجنجيفا عند أول البون ده عشان إيه يعيد تأهيل المكان ده مرة أخرى. لكن في بعد كده حصل حاجة كبيرة قوي اسمها موديفايد وايد مان فلاب. العملية دي مشهورة قوي في الباريو بس إحنا ما بنستخدمهاش دلوقتي، يعني نادر قوي إن أنا أعمل موديفايد وايد مان فلاب. أنا كل اللي بعمله ريجينريشن، ريجينريشن، بس انا ممكن اعمل موديفايد وودمان فلاب في حاله هوريزونتال بون لوس، لان اللي بيتعمل فيه ريجينريشن اللي هو الفيرتيكال بون مش الهوريزونتال بون. الهوريزونتال بون صعب قوي ان انا اعمل له ريجينريشن، فممكن لو حاله هوريزونتال بون ممكن نعمل موديفايد وودمان فلاب. طب الموديفايد وودمان فلاب دي ايه يعني، كانت ايه طبيعتها؟ طبيعتها ان كانت هي هياها الهوريزونتال انسيجن،
هي هياها الهوريزونتال انسيجن، ودي ادتنا اكسسبيلتي للانسترومنت ان انا ادخل واعمل روت بلينينج واشيل الجرانيشن تيشو واعمل اليمينيشن للبوكيت وول. خلي بالكم الموديفايد واتمان في لاب بتشيل بوكيت وول، ما بتعملش اليمينيشن للبوكيت ديبس، ما بتعملش اليمينيشن للبوكيت ديبس، بتشيل البوكيت وول. طيب نشوف التكنيك بتاعها بتاع الموديفايد واتمان في لاب. انا بعمل انترنال بيفل انسيجن اهو، انترنال بيفل انسيجن موازي للونج اكس اوف ذا توس، بره اللونج اكس اوف ذا توس، بسيب نص الواحد ملي من الجنجفا، وده بيمثل البوكيت وول، وبرجع بعمل كريتاج وبشيل الجنيشن تيشو، وبعدين برجع التيشو دي مره اخرى. يبقى اول انسيجن ادي البوكيت وول اهو، هعمل هوريزونتال انسيجن اهو اللي هو الانترنال بيفل انسيجن اهو، هسيب واحد او نص ملي من الجنجفا، وهنزل عند الكريست بتاع البون اهو، ابيكال اهو، هلامس الكريست بتاع البون بار لونج اكس اوف ذا توس، وهشيل البوكيت وول ده. بس لسه هعمل سيركولار وبعد الانتر دنتال اهو. راجل شاطر جدا، دخل انترنال بيفل انسيجن اهو، انترنال بيفل انسيجن اهو، ماشيه بالسهم اهو، انترنال بيفل انسيجن، وبعدين هدخل سيركولار اهو. هو رفع الفلاب هنا قبل ما يدخل سيركولار، خلي بالكم هو رفع الفلاب قبل ما يدخل سيركولار اهو. الراجل رفع الفلاب اهو وسايب الحته البوكيت وول اهو لسه، وبعدين راح داخل بقى انترا سيركولار اهو، عمل الانسيجن الثاني وراح شايل الحته دي، وجاب اوربان اهو وراح شايل عمل السيرد انسيجن هو الانتر دنتال، وشال البوكيت الوول اهي كلها، عمل دي جرانيشن، شال الجرانيشن تيشو، وعمل وود بلينينج، شال النكروتك سيمنتوم، وقفل بسيوتشر، قفل بسيوتشر. الموديفايد من فلاب هو الهوريزونتال انسيجن، اول انسيجن الانترنال بيفل انسيجن، تاني انسيجن السيركل انسيجن، تالت انسيجن الانتر دنتال انسيجن. ادي الموديفايد من فلاب، بسيب واحد ملي من الجنجفا، وبدخل اعمل انترنال بيفل انسيجن، برفع الفلاب، سيركولار انسيجن، انتر دنتال انسيجن، جرانيشن تيشو، ريموفال اوف جرانيشن تيشو، اند روت سكيلنج اند روت بلينينج وسيوشرنج تكنيك. برضك نفس الحكايه اهو، دي لايف سيرجري اهي معموله مننا. ادي الكول اهو، الحته الكول اللي فيها البوكيت وول متشاله، وعمل نفس الخطوات السابقه. وادي عمليه اخرى برضك معموله، وادي عمليه برضك. عاوزين كانوا هما دلوقتي بيعملوا سيميليتور، يعني اي موديل بيعملوا، بيجيبوا موديل واكنك بتعمل عمليه دلوقتي قبل ما تتمرن في بق العيان. ده بيحصل بره وفي كل حته، فده موديل اهو، وده رفع اهو، وده البوكيت وول اللي هو شاله. مش احنا قلنا ان هو بيسيب جزء؟ شوفوا بلاتر، شوفوا هيسيب واحد ملي من الجنجفا اهو، واحد ملي من الجنجفا اهو، اهو اللي هو فيه البوكيت وول اهو، وهادي البوكيت وول اهو بيشيله اهو، بيشيله اهو، ادي البوكيت وول اللي هو بيشيله. بعد كده هيبدا يشيل الجنشن تيشو ويعمل سكيلينج، بيجيبوا مودلز زي اكنه بني ادم عشان يتمرن فيه. ده التراسونيك سكيلينج اهو، بيشيل الكيرس او الكالكولاس اهو، موديل عادي خالص اهو. يبدا بعد كده يعلم الطبيب ده او يعلم طبيب الاسنان ده انه يعمل سوشرنج تكنيك. شوف حتى في ديستراكشن للبون اكنه بريدونتال ديزيز، يعني اكنه بريدونتال ديزيز بالظبط. نيجي لموضوع مهم قوي اسمه الريبير والريجينريشن. لازم كل اطباء الاسنان يعرفوا الفرق بين الريبير والريجينريشن. يعني ايه كلمه ريبير ويعني ايه كلمه ريجينريشن؟ انا حصل لي ديفكت دلوقتي في البريدونشيم، بولوس بريدونتال ليجامنت لوس، كونكتيف تيشو لوس، وابسيليوم لوس. عشان انا اعمل ريجينريشن لازم الاربع تيشو يتكونوا مره اخرى بنفس مكانهم ويقوموا بوظيفتهم. يبقى معنى كلمه ريجينريشن ان التيشو اللي فقدت ترجع تاني تتكون وتقوم بوظيفتها. يعني يتكون البريدونتال ليجامنت تاني، يتكون البون تاني، يتكون الكونكتيف تيشو تاني، يتكون الابيثيليوم مره اخرى، وكل واحد في مكانه. طيب ولو ده ما حصلش
يعني ما حصلش ازاي؟ هقول لك ما حصلش ازاي. احنا مثلا عندنا هنا في الصورة اللي هي الاولانية دي، احنا شايفين ان الاميثيليوم هي اللي جريت ودخلت في الديفكت ده، ريبير. الاميثيليوم تشو حلت محل التشو الاخرى ولا تقوم بوظيفتها، وده اسمه ريبير باي لونج جانكشن ابيثيليوم. تمام. طيب ولو حصل لا قدر الله ان الكونكتيف تيشو هي اللي جريت، اهي الكونكتيف تيشو هي اللي جريت وعملت مالت الفراغ ده او مالت المكان ده، هيحصل حاجه اسمها ريزوربشن للروت، لان الكونكتيف تيشو عندها حاجه اسمها سيمنتو بلاست ممكن تبدا تاكل فيه الروت، ويحصل حاجه اسمها روت ريزوربشن. طب ولو حصل ان البون هو اللي اتكون في المكان ده، هيحصل حاجه اسمها انكيلوزس، هيحصل حاجه اسمها انكيلوزس. وكل ده سواء حصل انكيلوزس او روت ريزوربشن او لونج جانكشن ايبيثيليوم، كل ده ريبير، تشو حلت محل تشو اخرى ولا تقوم بوظيفتها. لكن الريجينريشن لا، ده اخر صوره بقى عندنا دي الريجينريشن، حصل نيو كونكتيف تيشو، نيو بون فورميشن، نيو بريدونتال ليجامنت، نيو سيمنتوم، نيو ابيثيليوم، والوضع رجع تاني والوظيفه بتاعتهم رجعت تاني، ده اسمه ريجينريشن. ذا التيميت جول اوف بريدونتال ثيرابي از ريجينريشن. ذا التيميت جول اوف بريدونتال ثيرابي از ريجينريشن. الهدف بتاع البيريو هو الريجينريشن. The ultimate goal، احفظها صم، The ultimate goal of periodontal therapy is regeneration وليس ريبير. انا نفسي ارجع تاني الجنجفة، وارجع تاني البون، وارجع تاني البريدونتال ليجامنت، وارجع تاني، ده الهدف اللي انا بسعى وراه، ان بتوع البريو كلهم بكل الماتيريال اللي عملوها دي كلها بيسعوا ورا الريجينريشن وليس الريبير. للاسف الشديد الموديفايد وودمان فلاب بتيل باي لونج جانكشن ابيثيليوم، وده يعتبر ريبير وليس ريجينريشن. احفظهم ان الهيلينج بتاع الموديفايد وودمان فلاب باي لونج جانكشن ابيثيليوم وليس ريجينريشن. الهيلينج بتاع الموديفايد وودمان فلاب نفس الكلام يا جماعه، بلاد جلوت تحول لجريشن تيشو، جريشن تيشو يتحول لكونكتيف تيشو من 2 ل 5 اسبوع، بعد كده الابيثيليوم بتيجي وتغطي، بتعمل ايه تغطيه للكونكتيف تيشو ده، وتعمل اللي هو الجانكشن ابيثيليوم وتمسك معايا. عشان كده في معلومه مهمه قوي لازم تعرفها، لازم تعرف ان الماتوريشن بتاع اللونج جانكشن ابيثيليوم بعد العمليات بتاعه الموديفايد وودمان فلاب بياخد سيفرال ويكس. ومن هنا جاءت مقولة ان ممنوع تعمل بروبنج بوكت دبس لأي عملية الا بعد 3 اشهر. يعني ما ينفعش ان انا عاملة عملية لواحد واجيب البروب بعد شهر وام مدخلاه في البوكت، ده انت كده بتقطع او بتعمل تيرنج لللونج جانكشن ابسيليوم اللي اتكون، ممنوع الا بعد 3 اشهر. نتنقل بعد ما شفنا الموديفايد وودمان فلاب، نتنقل لعملية اسمها الاندسبليزد فلاب. الحقيقة الاندسبليزد فلاب عشان نبقى واضحين مع بعض من البداية كده، انا عايزة اوريكم الرسمة ديت، انا عايزاكم تركزوا قوي في الرسمة دي. اول انسيجن ده هو اللي هو رقم واحد، اللي احنا كنا بنسيب واحد لنص الواحد ملي من الجنجفة متجهين مع اللونج اكس اوف ذا توث، وعند الانترنال بيفر انسيجن عند الكريست بتاع البون، ده كان اسمه موديفايد وايد مان فليب، وكنا بنشيل الجزء ده وبنرجع دي نخيطها هنا. في الاندسبليزد فليب، في الاندسبليزد فليب الانسيجن رقم 2، خلي بالك من الرسمه دي قوي، خلي بالك من الرسمه دي قوي، حطها في دماغك واحفظها كده زي اسمك. طيب انا هنا عملت الانسيجن بعد البون ديفكت او البون كريست ب 2 مللي، بعد البون كريست مش عند الكريست بتاع البون، لا ده بعد البون كريست ب 2 مللي اهو، شفتوا الانسيجن فين؟ وبعدين هاجي اقطع كل دي وارميها
واجيب الطرف ده بتاع الجنجفة احطه عند البون هنا. دي اسمها undisplaced flap. الحقيقة عملية سيئة جدا، لانك شلت كل الجزء ده ورميته، كل الجزء ده بالكامل رميته، وجبت الطرف ده وصلته عند اول البون. فالعملية دي بتتطلب ان انت يبقى عندك اتاتش الجنجفة كتيرة في المكان ده، لو ما عندكش ما تقدرش تعملها. ده مش كده وبس، ده انت لما خدت الطرف ده حطيته هنا، فكل ده بقى ريسيشن، كل ده ريسيشن، فما تقدرش تعملها في حتة استاتيك زي الانتروتيس. بس الحقيقة ان العملية دي عملت ايه؟ عملت حاجة جميلة، ريدكشن للبوكت ديبس. ما بقاش فيه بوكت ديبس. مش البوكت هو ده؟ مش هو ده البوكت اهو؟ لا، ده انت خدت دي وديتها هنا، فعريت الجزء ده كله، ما بقاش فيه بوكت، بس بقى فيه ريسيشن اسخم، بقى فيه ريسيشن. نرجع تاني للاندسبليسد فلاب. الاندسبليسد فلاب دي عملية بتتطلب وجود يا جماعة اتاتش جنجفة كتيرة عشان ما اعملش ميوكو جنجفة البروبلم. عملية سهلة جدا، نفس الخطوات، انترنال بيفل انسيجن اللي احنا بعد الكريست بتاع البوم ب2 مللي، وبعدين سيركلر انسيجن وانتر دنتال، نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط بالظبط. اهو ادي الراجل عمل انترنال بيفل انسيجن اهو بعد الكريست بتاع البون، المفروض يبقى بعد الكريست بتاع البون، بيشاور لك اهو، وبعدين بيشيل الجزء ده وبيخيط الجزء ده، وطبعا شفت كميه الريسيشن اللي حصلت بعد ما حصل كل ده. ادي الموديفايد من فلاب، وادي الاندسبليسد فلاب. شفتوا المنظر؟ شفتوا القطع؟ كل ده اتقطع، كل ده اتقطع، وترحلت الحته دي مع اول البون هنا. ادي الراجل، ادي قطع اهو، قطع اهو بعد الكريست بتاع البون. لو تشوفوا حتى الحاله دي حتى هنا، شفتوا الريسيشن اللي حصل بعدها؟ يعني لو تاخدوا بالكم من هنا وهنا في اول خطوات واخر خطوات، تبصوا تلاقوا الريسيشن حصل، ما كانش موجود في اول العمليه. واحد تاني فكر قال لك طب ما خساره الجزء اللي بشيله ده، خساره، ما تعمل عمليه اسمها ابيكال بوزيشن ديفلاب. والحقيقه ان الابيكال بوزيشن ديفلاب دي عمليه خطيره في البيري ومهمه جدا، لان انت لو عملت فول سيكنس فلاب في الابيكال بوزيشن فلاب هتعمل اليمينيشن للبوكت، لو عملت بارشال سيكنس هتزود الاتاتش الجنجيفا. فدي عمليه حصان رابح بالنسبه لنا، دي حصان رابح بالنسبه لبتوع البريو. طبعا الابيكال بوزيشن فلاب بتعمل اليمينيشن البوكت ديبس، بتحل مشكله الميكو جنجيفا البروبلم زي الحته بتاعه ان انا بزود الاتاتش الجنجيفا، بتعمل كراون لينسنينج، لها فوائد كتير. بس الحقيقه لو البيشنت ده هاي ريسك للكيرز او عنده هايبر سنسيتيفتي ما تستخدمهاش، او حتى استاتيك ما تستخدمهاش، لانها بتعمل ريسيشن، بتعمل ريسيشن، نفس الخطوات بالظبط. بس انا عايزاك تركز قوي في الصوره دي تاني. في الابيكال ديسبليسد فلاب انا هعمل نفس الانترنال بيفل انسيجن بتاع الموديفايد وودمان فلاب بالظبط اهو، اللي هو بسيب 1 مللي من الجنجفال مارجن واتجه عند الكريست بتاع البون انترنال بيفل انسيجن. ممتاز. طب وبعدين؟ وبعدين باخد الجزء ده، باخد الجزء ده وارحله ورا عند اول البون. يعني انا ما قطعتوش زي الاندسبليسد فلاب، لا ده انا خدت الجزء ده، ركزوا معايا، انا خدت الجزء ده هنا كنت بشيله في الاندسبليسد فلاب، لا ده انا اخدت اول هنا، اول البتاع هنا، ورحت مرحلاه هنا. طب نشوف كده الرسمه دي، انا عملت انترنال بيفل انسيجن اهو، وده البوكيت وول، وبعدين رحت مرحله الجزء اللي هو هنا ده ورا. طبعا انا بعمل فيرتيكال ليزنج انسيجن، ادام في يا جماعه حركه للفلاب ابيكال او كرونال او لاترال، فبعمل تو فيرتيكال ليزنج انسيجن وبنزل تحت وبخيط في المكان الجديد. حضرتك نيلتي الدنيا، عملتي ريسيشن كتير جدا، ما انت عمرك ما هتستخدمها في مكان استاتيك. ولو واحد هاي ريسك وفي كيرز مش هتستخدمها، لو واحد عنده هايبر سنسيتيفيتي مش هتستخدمها. تمام اهو، بقطع اهو الواحد مللي وببدا ارحل الفلاب لورا. شفت كميه الريسيشن اللي انا عملتها؟ وطبعا في فيرتيكال ريليزنج انسيجن في الحاله ديت. شفتوا الحاله دي اهي؟ شفتوا المنظر؟ شفتوا الريسيشن اللي حصل بعد
بعد العملية ريستريكشن كبير جدا. شفتوا الأول كان أرحم، فحتى في ناس تقول لك إيه يعني أنت داخل العملية ما فيش ريستريكشن، رحت طلعتي ريستريكشن، بس أنا عملت إليمينيشن للبوكيت ديبس، ما بقاش في بوكيت. البوكيت يعني جيب، حاجة مستخبية أنا عريتها، ما بقاش في بوكيت، بس عملت ريستريكشن. فكرة واللينسرنج بقدر استخدمها، اللي هي الابيكال ديسبليس دي فليب بقدر استخدمها طبعا، وعملية ناجحة جدا. لو ما فيش اتش الجنجفا برحلها لورا وبستخدمها ان انا احافظ على اتش الجنجفا، ودي برضه كراون لينسرنج اهي. نيجي لاخر عمليتين اللي هم عمليه ريجنريشن، اللي هم البابيلا بريزرفيشن فلاب والكونفكشن فلاب والساكوال انسيجن، ودول احنا اتكلمنا عليهم في الاول وقلنا ان دول احسن عمليتين يعملوا ريجنريشن. وطبعا احنا اتكلمنا عن البابيلا بريزرفيشن فلاب باستفاضه وحكينا الموديفيكيشن بتاعتها بتاع كورتليني. ادي بابيلا ادي سبيس كبير، فعملت هنا سيركولار سيمي ليونر اهي، وعديتها من المكان ده. دي الكونفنشنال بتاعتنا العاديه اهي، دي لايف، صوره لايف على فكره. وبعدين احنا اتكلمنا عن الكونفنشنال فلاب ان انا بعمل سبليت للبابيلا، الكلام ده احنا قلناه، سبليت لي البابيلا من عند الكل ريجون، وبقسم البابيلا لجزئين، جزء فيشل وجزء بلاتال او لينجوال. اهو سبليت بابيلا اهي، شفتوا البابيلا نصها هنا ونصها ورا، ده لينجوال على فكره وده فيشل، اهو قسمتها اتنين. ودي كونفنشنال فلاب برضك نفس الحكايه. اخر حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها الديستال مولر. افرض ان انا عندي بوكت في الديستال بتاع اللاست مولر، او عندي بوكت في ادنشرس اريا، اعمل ايه؟ اعمل له اليمينيشن ازاي؟ بعمليه اسمها الديستال ويدج او ويدج بروسيدجر. طب العمليه دي بتتم ازاي؟ العمليه دي سهله جدا. باجي عند اللاست مولر المكان اللي فيه البوكت، واعمل نفس الانترنال بيفل انسيجن اللي بعمله هناك، بسيب 1 مللي من الجنجيفا وبعمل حاجه اسمها انترنال بيفل انسيجن اهو من عند الميد بكل والميد لينجوال او بلاتال، يعني في نص السنه اهو، بعمل الانسيجن بتاعي والانسيجن بتاعي اللي هو الانترنال بيفل انسيجن، وباجي في الحته الايدنشلس بعمل تو هوريزونتال انسيجن بارلل لبعض كده، دو هوريزونتال انسيجن بارلل لبعض، وبعمل حاجه اسمها فيرتيكال انسيجن عليهم كده بيربنتيكولار على الانسيجن الاثنين دول، وبطلع الجزء ده وبعمل هنا بخيط ده بده، فكده عملت اليمينيشن للبوكت اللي موجود هنا. نشوفها اوضح شويه. بدات من عند الميد بكل انترنال بيفل انسيجن، وبعدين عملت تو هوريزونتال انسيجن بارلل لبعض اهو، وواحد بيربنتيكولار عليه، وشلت كل الحته دي اللي هي الويدج الحته دي، وخيطت. لما خيطت الحته دي رجعت لورا كده، والبوكيت اليمينيشن حصل له بوكيت اليمينيشن. بيقول لك ان التو الانسيجن ده ممكن يبقى بارلل، ممكن يبقى تراينجل، ممكن يبقى لينير، على حسب الحاله، على حسب الحاله. ادي عمليه جميله جدا اهي، اهو تو هوريزونتال انسيجن اهمت، اهو بارلل لبعض وبيرمنتيكولار عليه، وبشيل الجزء الويدج ده وبرميه اهو، وبعدين بخيط دي في دي، فبعمل اليمينيشن للبوكت في المكان ده. دايما بدي انستراكشنز للبيشنت بعد العمليه، ما تاكلش على المكان ده لمده ساعه، ما تتمططش بقوه، ما تاكلش سبايسي فود، هارد فود، شارب فود، ستيكي فود، ادي خد انالجيزك، استخدم كلورهيكسيدين اللي هو، لان كلورهيكسيدين هو الجولد ستاندر، انتي بلاك، انتي فايرال، انتي بكتيريا، انتي كانديدا. إيه ما لو حسيت ببليدنج هات جوز واضغط على المكان ده لمدة ربع ساعة، إذا الباك وقعت تعالى نغيرها، خد أنتي بايوتكس، خلي الباك لمدة أسبوع. إيه لو حصل أي حاجة اتصل بالدكتور بتاعك عشان يغير لك الباك. وطبعا في حاجة اسمها مينتنانس أو فولو أب لأي عملية، وطبعا بيعملوا في الفولو أب ده يعني انوفيشن لي وموتيفيشن للاورال هيجين انستراكشن. نتكلم على اخر حاجه البريدونتال باك. البريدونتال باك دي مهمه جدا عندنا، ودي بتعمل كنترول البليدنج، بتقلل البوست اوبرتيف انفكشن والهيموريدج، بتعمل سبليتنج للموبايل تيس، بتساعد على الهيلينج، بتمنع التروما من الاكل ومن حاجات كتيره. طبعا
اثناء الفود والامباكشن، بتمنع الفود امباكشن عليها وحركه الطنج معاها، كل ده بيتمنع عن طريق البريدونتال باج. في نوعين من البريدونتال باج، حاجه اسمها زنك اوكسيد ايجينول، وده اتمنع لان لقوا ان الناس عندها حساسيه من الايجينول، فعملوا حاجه اسمها نون ايجينول باج اللي هو الكوباك اللي موجود في السوق، وده عباره عن انبوبتين اللي هي الاكسلريتور والنقول التانية، وكل واحدة فيهم بتحتوي على بعض المكونات، واحدة بتحتوي على زنك اوكسيد واويل وجم وحاجة اسمها فانجيسايد، يعني انتي فانجل، حاجة انتي فانجل، والتانية بتحتوي على انتي بكتيريا وبعض الحاجات برضك فاتي اسيد، والاتنين بيتعجنوا ببعض وبتحطوا في كوباية مية وبتبلي ايدك وبتبدأ تحطها وبتمسك مع بعضها عن طريق الانترلوكينج بين الفيشل واللينجوال او البلاتل. ده كانت محاضرة الفلاب، واتمنى انكم تكونوا فهمتم، وطبعا انا مستعدة لأي سؤال، انا موجودة في الكلية، اي سؤال تحبوا تسألوه انا متواجدة. بريدونت الفلاب هي البريو، والبريو هو الفلاب، وأتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. السلام عليكم.